من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام في صباح الخير يا كويت. وهذه الفقرة راح نتكلم إن شاء الله عن الأنشطة الطلابية التي تعد نقطة الاهتمام للجامعة لما تقوم به من دور في تنمية الوعي والمهارات المختلفة لدى الشباب الجامعي، التي تضمن هذه أكيد العديد من الأنشطة اللي تهدف إلى زيادة الترابط بين الجامعة وطلابها، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الطلبة والطالبات علميا وثقافيا واجتماعيا ورياضيا. فعلا اليوم الارتقاء بالفكر الثقافي والاجتماعي مثل ما تفضلت وحتى الرياضي تعتبر شيء مهم، لذلك إدارة الأنشطة الرياضية الطلابية التابعة لعمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت هي حجر الأساس لتنمية وتكوين الطلاب. دائما نسمع نقول العقل السليم في الجسم السليم. عبد الرحمن، نعم أكيد طبعا. تبي نتكلم أكثر حول هذا الموضوع إن شاء الله مع إدارة الأنشطة الرياضية بجامعة الكويت، فعشان كذي يسعدنا أن يكون ويانا الدكتور طارق عباس دشتي رئيس قسم الأنشطة التطوعية والجوالة بإدارة الأنشطة الرياضية بجامعة الكويت، وأيضا الأستاذ حسن علي الخواجة رئيس لجنة ميني جول الكويتية. صباحكم الله بالخير وحياكم الله معنا. الله بالخير. صباحكم الله بالنور. صباحكم إن شاء الله. صباح الخير عليكم وحياكم الله معنا. في البداية دكتور طارق، حابين تعطينا نبذة عن إدارة الأنشطة الرياضية في جامعة الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إدارة الأنشطة الرياضية هي إدارة تحت مظلة عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت، وهي من الإدارات الستة المندرجة تحت عمادة شؤون الطلبة. إذا بتكلم عليها السريع، هي إدارة الرعاية الاجتماعية، إدارة الأنشطة الثقافية والفنية، إدارة الشؤون الطلابية، إدارة الإرشاد الأكاديمي، وإدارة الإسكان الطلابي، وإحنا إدارة الأنشطة الرياضية. نعم، الأنشطة الرياضية طبعا الهدف العام للأنشطة الرياضية أن هي تتيح الفرصة لجميع منتسبي جامعة الكويت، أعضاء التدريس، طلبة، طالبات، موظفين جامعة الكويت، أن نتيح لهم الفرصة لمزاولة أنشطتهم المفضلة وهواياتهم الرياضية. حلو. بشكل عام سباحة، سكواش، تنس أرضي، بالإضافة أن احنا ننمي قدراتهم عن طريق الأنشطة والبرامج الرياضية المتنوعة. أكيد طبعا. نعم. وهذه التنمية الرياضية أكيد ما تتم إلا من خلال التعاون. أكيد. مع الجهات المعنية. نعم. بالرياضة والشباب. نعم. ودي أيضا أسأل الأستاذ حسن اليوم عن ميني جول. شنو؟ نعم. ميني جول وشنو هذه؟ هل هي حملة؟ هل هي جمعية؟ هل هي شنو بالضبط؟ الميني جول عبارة عن لعبة رياضية من ولادة كرة القدم. مثل ما أنتم عارفين كرة القدم ولدت مجموعة ألعاب، كرة قدم الصالات، الشاطئية، السداسية، ميني جول. احنا سوينا ميني جول، هي فكرة كويتية خالصة، فكرة شباب كويتي معلمين تربية بدنية، تأسست في سنة 2017. هي عبارة عن مرمى متر في متر، يلعبون أربعة بأربعة من غير حارس مرمى في منطقة محرمة عند المرمى، قطرها 3 متر، لا الدفاع ولا الهجوم يقدر يدخلها. خلنا نفترض دخل المدافع، حاشة الكرة تصير ضربة جزاء من منتصف الملعب، طبعا من غير حارس مرمى. اللعبة مستوحاة من قوانين 3 لعبات رئيسية بين قانون كرة قدم الصالات وقانون كرة اليد وقانون كرة السلة. حلو. طبعا هي تلعب بالرجل. يعني ما في دش بالكرة الجول، يعني لازم برا الجول، من برا كله ثلاث أمتار، كل شيء برا الثلاث أمتار. فمن 2017 تأسست. طبعا شهر 28/20 دخلنا نسمي المربع الأساسي. أيه. اللي هو صرنا لجنة منبثقة تحت مظلة اللجنة الأولمبية الكويتية. وأنا أعتبر هذا أساس أني دخلت الرياضة بشكل رسمي. حلو. تمام. في شهر 3/2021 أصدرنا كتيب فيها ولادة اللعبة ونشأتها وقوانينها بكاملها. تمام. وأصبحت لها حقوق ملكية فكرية في المكتبة الكويت الوطنية طبعا على المستوى الدولي. وين اللعبة؟ ما سمعت فيها من قبل. أول هي طبعا احنا مثل ما انت عارف أي لعبة جديدة، والحلو في الموضوع ان ابتدينا فيها اي لعبه جديده على مستوى العالم تبتدي من وزاره التربيه. إيه؟ فاحنا ابتدت من المدارس. فاساس نشات اي لعبه تبتدي من المدارس. فعملنا اول 3 بطولات كانت مدرسيه بالتعاون كان مع وزاره التربيه ذاك الوقت. إيه؟ فمن هنا قمنا نعمل ايفنتات. بس اي لعبه جديده لازم تعمل لها مهرجانات وايفنتات كثيره. أيوة. للتعريف عشان تسوق الشباب والشابات وعلى المستوى
المحلي ثم الخليجي ثم الآسيوي ثم الدولي. أكيد، وهذا دورنا أيضا إحنا في نقول وزارة الإعلام قاعد نسلط الضوء على هذه اللعبة الجديدة. مشاهدينا هي لعبة الميني جول، هي لعبة جديدة وإن شاء الله تندرج تحت الألعاب الأولمبية التابعة نقول إلى الرياضة الكويتية. طيب دكتور طارق، بتكلم عن هذه اللعبة، شنو التعاون المشترك ما بينكم وما بين الميني جول؟ نعم، طبعا احنا بناء على توجيهات الاستراتيجيه العامه اللي موجوده بجامعه الكويت اللي تتضمن الابتكار، الاستدامه، التميز، فانا بنيت هذه الفكره ان انا ندرج هذه اللعبه الوليده الكويتيه وندعمها احنا كجامعه الكويت ان شاء الله نصدرها برا بعد ان شاء الله. ان شاء الله هذه ان شاء الله بدايه الانطلاق باذن الله تعالى، ان احنا ان شاء الله هذه ندرجها في من ضمن الالعاب الموجوده في الجامعه. وحبينا ان نقوم في إيفنت أو بطولة جامعية على مستوى جامعة الكويت لجميع منتسبي جامعة الكويت، علشان بهدف أن ننشر ثقافة هذه اللعبة، ومنها أن إحنا بالعكس نوعي الطلبة والموظفين عن هذه اللعبة وننشرها بشكل كبير. فصار تنسيق بيني وبين أخوي حسن أن يكون هذه اللعبة ندرجها في الألعاب، وفعلا صار تنسيق بيننا وبناء عليها تم يعني بناء لجنة عليا لهذه البطولة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى راح تنطلق في الأسبوع القادم إن شاء الله. عبد الرحمن، هي أنا شوف مثل مولود صغير اللي يحتاج اهتمام ورعاية عشان من ثم تكبر إن شاء الله هذه اللعبة تندرج تحت الألعاب. بس أنا الحين ما فهمت ليش، يعني شو الفرق، ليش خلطتوا لعبتين مع بعض؟ ليش ما يلعبون كرة الناس أو يلعبون صالات؟ لا، هي تلعب رجل، بس خذينا من القوانين. يعني أنت مثلا لما يقول لي ليش كرة السلة، نفس ملعب كرة السلة المقاسات، حلو، مثلا 28 ب 14 أو 30 ب 15، تيجي مثلا كرة السلة كل أربع أخطاء الخامس رمية حرة على الفريق، صح؟ عدل. إحنا كل أربع أخطاء الخامس ضربة جزاء. حلو، عرفت شلون؟ حلو. ايه. تيجي مثلا كرة اليد، عفوا يعني هي جهد أقل للاعب داخل الملعب، ما يركض كثر ما يركض بالكرة ملعب الكرة. لا، تعال العب وجرب وشوف شلون يتعب أكثر من القدم. عددها أقل. شلون؟ عددها أقل. اللاعبين أقل. هذه اللعبة تحتاج لياقة بدنية عالية وتركيز عالي. حلو. إذا فقدت من الثنتين كل الناس أول ما يبتدون اللي أول مرة يلعبون يشوفون المرمى يقول لك ما في حارس مرمى، سهالات. أنا توقعت كذي سهالات. بس تعال العب. وتعب شوي. راح تضيع الجول، والجول صغير، ها، والجول صغير متر بمتر. بدون حارس مرمى، خلي بالك. من غير حارس مرمى. فمثلا تيجي كرة اليد عندك اذا خشنت على اللاعب يعطونا دقيقتين خارج الملعب، احنا نعطي دقيقة، فيها وقت مستقطع لكل شوط، طبعا شوط 10 دقائق، يوقف نفس كرة قدم الصالات ونفس السلة على اي فاول، على اي يعني، حلو، بلنتي يوقف التوقيت، عرفت شلون؟ فهي ماخذة شوي من هني شوي من هني شوي من هني. توليفة كويتية، يعني موش مثلا تقول احنا جايبينها من برا، لا، اصلا اللعبة مو موجودة على مستوى العالم. وتلعب ملعب عادي، ها، ملعب يعني، او هي منشأها الحين في القدم الاندور اللي هو داخل الصالات. طبعا اذا بتصير برا الصالات كل شيء يصير، بس الاساس مالها الحين داخل الصالات. نعم، بالعكس حلو ومميز، وحق اللي عددهم شويه، ها، الديوانيه ولا شيء، ما له داعي. اي لا، اربع لاعبين تعزم وتقول تعالوا يلا كملونا لعب، ها، اربع سهالات. صح صح. في فئه مجتمعيه بعد دكتور طارق جدا مهمه. ولازم نسلط عليها الضوء، هم ذوي الهمم. يعني من خلال الدعم المجتمعي نقول نعطيهم القوه والانجاز وندفع بعجله التنميه من خلالهم كذلك. دور الجامعه مع ذوي الهمم، والله امانه ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم يعني من الفئات جدا مهمة في موجود على بشكل خاص جامعة الكويت. أمانة يعني بدعم عمادة شؤون الطلبة تقدمت بمشروع سميته مشروع ذوي الهمم، كان عبارة عن مجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة تدعم هذه الفئة. يعني من ضمن هذه البرامج اللي سويتها مثلا سويت حملة اسمها التطوع أثر. هذا التطوع أثر كان فيه مجموعة من الأمور، أن أنشأت أول فريق تطوعي من ذوي الإعاقة، فمن خلال هذه الشخصيات كنا نطلع حملات من طلبة الجامعة، طلبة جامعة الكويت طبعا. نطلع نطلع مثلا معارض ومؤتمرات ويكونوا متواجدين، وبالعكس ما شاء الله عندهم قدرات ومهارات عالية. ان يوجهون الحضور، يعطوهم المعلومات، فبالعكس استفدت منهم بشكل كبير. بالإضافة سويت حلقة نقاشية، جبت نماذج جامعية من طلبة وموظفين وأعضاء التدريس من ذوي الهمم،
كل واحد استعرض يعني قدراته ومهاراته، فكان الجانب الإنساني جدا عالي. إحنا كحضور كنا متواجدين وتأثرنا، يعني أنا شخصيا أمانة تعلمت منهم الطموح والأمل وإن أنا شلون ما أيأس من العمل بالضبط، يعني يعني مع هذه الإعاقة ولكن ما عندهم يأس من الموضوع هذا. من هذا المنطلق أنا عملت بطولة الميني جول هذه مع بالشراكة مع أخوي حسن رئيس اللجنة، أن دخلنا فئة ذوي الإعاقة في بطولة الميني جول. فأول مشاركة لبطولة ميني جول في ذوي الإعاقة بالتعاون مع نادي الطموح الرياضي ومع نادي الصم، أنه راح يشتركون معنا بالبطولة بهدف أن ندمج هذه الفئتين مع بعض. حلو. ويكون بالعكس هذول يعتبرون جزء من المجتمع. صحيح. سواء الجامعي أو طبعًا الخارجي. طبعا دكتور، يعني بحكم احتكاكك اليوم مع الطلبة بشكل يومي يعني ووجودك داخل جامعة الكويت، هل تشوف أن اليوم في تغير برغبات الطلبة من ناحية رياضية، من ناحية ثقافية، من ناحية ترفيهية؟ نعم. سنويا يعني هل هناك تغيير؟ نعم أنا أشوف الحين يعني في شنو تغير بعرف يعني؟ يعني كتوجه عام في صار عندهم ثقافة. يعني حتى إحنا هذا دورنا، إحنا مو بمجرد إني أنا أسجل الطالب في النشاط وإنه يلعب اللعبة كممارسة، يعني لازم يكون عنده ثقافة في العمل التطوعي، لازم يكون عنده ثقافة. بس ما تشوف اليوم بعض الطلبة يقولك لا يبغى ليش أتطوع بالجامعة مضيعة وقت وكذي، ف شو تشوف يعني هل اليوم هو في شريحة موجودة هذه، ولكن هذا دورنا إحنا شلون نكسب هذه الشريحة إن ندخله في هذا المجال العمل التطوعي. لازم نبين له شنو أهمية العمل التطوعي. شو وصلتوا لهم عشان تقنعونهم يعني أمانة أنا أول شيء قبل لا أسوي العمل التطوعي سويت دراسة استطلاع إلكتروني، سويت عرف شنو توجهات أول شيء وشنو ميول الطلبة تجاه العمل التطوعي، بناء على التوصيات والنتائج عرفت شلون أوصل حق الطلبة من خلال الترغيب أول شيء والثقافة، لأن عندنا ثقافة الطالب أن تقوم هذا العمل بمقابل، ولكن إحنا وصلنا الحين للمرحلة أن الطالب يقوم يعني المقابل يكون إما شكرا أو لله سبحانه وتعالى يكون الموضوع هذا، أو حبا لهذا الأمر يقوم فيه، أو دافع وطني. دافع طبعا. نعم. وطني جامعي اجتماعي. صحيح. والأمور هذه طبعا هذا إحنا اللي قاعد نسعى له إن شاء الله. أكيد دكتور. في نقطة بس ذكرها مهمة جدا. نعم. من الجانب الإنساني ذكر الدكتور، إحنا ترى الكويت بلد الإنسانية وخذيناها من المغفور له الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح طيب الله ثراه، هو سموه أمير الإنسانية، فصارت في داخلنا أن احنا لازم نمشي على هذا النمط وعلى هذا الرسل على مستوى مثل ما احنا الرياضي. فاليوم أنت على المستوى الرياضي ليش ما ندخل الإنسانية فيه؟ ففعلا أنت اليوم مثلا نادي الصم ترى جسمه نفس جسمنا، بس اللهم ما يتكلم ولا يسمع، ففي طريقة أن احنا نقدر ينصهر معنا. للعلم احنا لعبنا معهم بطولة سابقة في شهر رمضان المبارك السنة اللي فاتت، كذلك الحين مثل ما قالك دكتور طارق ضفنا ذوي الهمم اللي هو نادي الطموح الرياضي اللي تبع الإعاقات الذهنية أساس هم من يشاركون. للأمانة أنا سويت معهم ورشة، وايد وايد فرحوا على هذه اللعبة، وايد فرحوا أنهم راح يلعبون مع الناس اللي احنا نسميهم غير معاقين، انه راح ينصهرون في هذا المجتمع الاصحاء. للعلم ان ترى على المستوى الدولي انا مو سالفه التحدي بس ان تدمج فئتين من ذوي الاحتياجات الخاصه من اصحاب ذوات الهمم العاليه في لعبه رياضيه واحده هذه مو موجوده على المستوى ترى العالمي، وراح تصير اول مره في الكويت، واحنا المفروض ككويتين كإعلام كشعب كجمهور أيا كان يفتخر بهذا الشيء. لا شك أكيد. ودائما نقول أستاذ حسن الإعاقة الحقيقية مشاهدينا إعاقة فكر وأخلاق. صحيح. وليس إعاقة بدن. أحسن. نعرف كلنا إحنا شهر 11 شهر مهرجانات وإيفنتات وبطولات، يعني سؤالي حقيقي دكتور، هل هذه المهرجانات مقصورة لمنتسبي الجامعة فقط؟ نعم. ولا هي مهرجانات يعني توعوية ثقافية تمثل الكويت؟ طبعا احنا عندنا الإيفنتات والأنشطة مقسمة في على مستوى الكليات على طلبة جامعة الكويت، وفي على مستوى
المجتمع الجامعي المنتسبين الجامعة جميع شرائحه، الدكاترة والموظفين والطلبة، وعندنا على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة فعندنا أكثر من نشاط مقسم على أكثر من إيفنت معين. فإحنا قاعد نسعى أن هذا الشيء يمكن يعني مثل ما تشوفون عندنا المشاركة في التعليم العالي للمؤسسات الحكومية قاعدين نشارك مع الجامعات الخاصة، عندنا دور الوزارات لفئة الموظفين قاعدين نشارك مع المؤسسات الدفاع والحرس وزارة التربية، فبالعكس إحنا نحرص أن نكون مشاركين في جميع المحافل الرياضية. حلو. بالإضافة إلى الثقافية والصحية والتوعوية، لأن هذا دورنا إحنا ننشر هذه الثقافة، يعني مو حق كل الناس بس حق الطلبة، لا طلبة وموظفين ودكاترة والجميع، يعني نقول حق المشاهدين حياكم شاركوا بأشرطة الجامعة، نتشرف فيه بالعكس هذا شرف لنا. أكيد طبعا لا شك على أن اليوم معظم الشراكات مع جامعة الكويت في كل قاعد ترعى كل المؤتمرات والفعاليات والأنشطة الرياضية أساسا، وأساسا يعني حتى لا ننسى النوادي الطلابية اللي بالجامعة أيضا لهم أنشطة ترفع فعالياتهم، فيعني الكل نشط اليوم في جامعة الكويت والكل قاعد يقيم هذه يعني الفعاليات خصوصا داخل الجامعة، ولتلفزيون الكويت أيضا مشاركات إعلامية كثيرة مع جامعة الكويت. شكرا لك دكتور، الله يسلمك، مشكور لحضورك، نتشرف فيك، نورتونا وشرفتونا، الله يسلمك، مشكور أستاذ، الله يحييك، مشكور أنتم كذلك، الله يسلمك ويخليك، شكرا لكم، وأكيد نتمنى لكم التوفيق ومع انطلاق اللعبة الجديدة مثل ما في بادل في أيضا لعبة الميني جول وبدون حارس مرمى. نطلع فاصل ونرجع لكم.